والله العظيم احلى حاجه ان حضرتك عمال تسقف معانا وفرحان. يعني احتفالاتنا فعلا مستمره اكيد باللقب ال 11، مش هنطوي بقى الصفحه بسرعه، هنطويها لان لسه عندنا باع كبير جدا ومنافسات عديده، لكن احنا لازم نفرح، والاثار كمان المترتبه عن هذا يعني الانتصار تسويقيا ودوليا وغيره ملفات مهمه جدا عايزين نتطرق ليها النهارده. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. بونجور يا فندم. اهلا يا هانم، ازاي حضرتك؟ صباح الخير على حضرتك وسعداء ومتشرفين بوجودك معانا. بالعكس والله انا سعيد. من الاسماء الكبيره أصحاب التاريخ الطويل في عالم الرياضة، أهلا بحضرتك. لا، 10 الصبح له مذاق خاص يعني مع اتنين من كبار يعني نجوم الشاشة، والنهارده هم في شاشة النادي الأهلي عاملين إضافة محترمة الحقيقة. أشكرك. من ضمن يعني الترتيبات المؤسسية الحمراء إنه دايما يبقى عندك الأفضل، دايما يبقى موجود بحذاك يعني الناس اللي شبه النادي الأهلي، قامات وقيم كبيره جدا جدا. الحقيقه نهاوند قالت حاجه عبقريه، لابد للافراح ان تتواصل، يعني اعياد الاهلي ما ينفعش تبقى 3 ايام واربع ايام، ده بيدونا 24 ساعه بس. لا بس انت والله جبتي اللي قاله كولر للعيبه وهم بيغادروا كل الى يعني اجازته، باستثناء طبعا نجوم مصر والنادي الاهلي اللي راحوا على مراكش على طول، قال لهم استمتعوا لان لدينا زي ما انت قلتي مهمات جديده. النادي الاهلي يعني مهماته ما بتنتهيش. صحيح. يعني يمثل كما الافلام اللي هي بتاعت المهمات المستحيله بارت 1 و2 ايوه ميشن امبوسيبل، بس ايه شغاله على طول يعني. وبالتالي طبعا ما اجمل الاميره ال 11 يعني الكينج، لما كل شويه لو راحت بيت ابوها يروح رايح تروح راجع معاه على طول. طبعا ما بتاخدش وقت طويل، ما بتقدرش يعني هي ما بتقدرش يعني بالفعل ما بتقدرش. ويمكن زميلنا وصديقنا العزيز حفيظ دراجي لما كتب على صفحته انه حابب يسميها بطوله ابطال الاهلي، هو كان يعني من اعجابه الشديد، وراجل طبعا له وزنه في الوسط، قال ان بطوله اوروبا للانديه تشامبيونز ليج يعني قال لي يجب ان تسمى بطوله ابطال ريال مدريد. أيوة. والان هو اوان ان يطلق على تشامبيونز ليج الافريقي بطوله ابطال الاهلي. يعني والحقيقه في اخر كام سنه دايما لما بيتقال يعني على هذا الصعيد لما بيتذكر اسم ريال مدريد بيتقال قصاده الاهلي او العكس. بالظبط. دي في حد ذاتها تورينا احنا بنتكلم على نادي واصل الى اي مستوى. احنا عايزين نستغل بقى فرصه ان حضرتك منورنا النهارده، ومش بس نتكلم معاك عن رؤيتك للنسخه الاخيره اللي انتهت النهايه السعيده اللي حضرانا هو في حلقتنا النهارده، وعايزين كمان نتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لمنظومه كره القدم المصريه يعني بشكل عام. ليه نبتدي بيها ولا نأجلها؟ ليه تزعلنا يا كريم؟ أجلها للآخر خالص يا أخي. منظومة لازم نستغل فرصة إن حضرتك معانا منظومة الكرة المصرية يعني بعافية ومش بحجم اسم مصر، والحمد لله ساعات بنقع في خطأ يعني يا فشلة مصر، لا يا جماعة قولوا يا فشلة الكرة المصرية، مصر تستحق نسخ أهم وأعمق من كده كرويًا. لكن لما نتكلم عن يعني الناس الأهلاوية لازم يعرفوا أن هناك طنين دائم حولهم بتقليل المسألة يعني. أيوة. ما بين فكرة أنه الأهلي دايما مخدوم ومعرفش إزاي يتخدم في ال 11 يعني بطولة أفريقية يعني ده كل الظروف صعبة أصلا، ساعات بيتقال مخدوم بالتحكيم وإحنا بنضرب كف على كف يعني بتضرب كف على كف. الراجل في لعبة في خط ال 18 بنالتي جون مش جون، يصفر ويرجع 20 فدان لورا باستصلاح اراضي. ويعني حاله الحقيقه غريبه جدا جدا. الاخ معتز الشلماني وما ادراك وغيره وغيره، فتيجي تلاقي حواليك ضبابيه فيقول لك يعني مباريات تكسب ولا تلعب. الحقيقه يعني فعلا كلمات باطل يراد بها باطل، يعني لو صححنا المفهوم بتاع المقوله يعني، لانه هي بطولات تلعب وتكسب. انت صح. انت جاي تكلمني عن ماتش نهائي، في كل العالم ماتشات النهائي هي مضطربه متوتره، هذا هو حالها دائما يعني، ولا انت بقى نسيت ازاي وصلوا للملعب النهائي ده او للنصف الثاني من ملعب النهائي؟ لان الراجل كولر يعني ودي مش غريبه على النادي الاهلي، وهو بيختار فيجيب راجل قادم من اوروبا طازه يعني، وهذه لها ميزات يعني، لانه لا راح عربوه ولا افريقوه قبل كده، والا لا لاعب الشناوي. ضغوط 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 الشناوي نمبر 1، وفي واقعنا يعني الكروي في منطقتنا كلها وربما في القاره يعني ما عدا المحترفين في الخارج،
كان ممكن يقول لك يا عم انا لاعبه بنص رجل انا يعني الا يجرى يعني مش هيجرى حاجه. لكن الراجل زرع الاحتراف الحقيقي لانه راجل كمان التقى مؤسسه مش هقول ان هو يعني مبهور بيها لا، لان هو عرف النادي الاهلي، هو سرش على النادي الاهلي كولر، وبالتالي كمان عرف ان هو على نفس الوزن زي ما حضراتكم قلتوا، ريال مدريد في اوروبا، الاهلي في افريقيا، وما مش مسؤولياتنا بقى، لكن هي بتحسب قرارات في الاخر الكاس مع الفارق على عيني وراسي، لكن في النهايه احنا لدينا قاره في نفس المنافسه بنفس الارقام، ثلاث ارقام ربما فارقه بين الاهلي وريال مدريد. اعتقد كمان انه ما فيش يعني بالبلدي ويلز مع كبريات الانديه التي ارسلت هذه التهاني يعني ما اعتقدش ان دول بقى متوصلين ولا بالواسطه. السيد الرئيس ده يعني ده بالذات كان لازم بقى الناس تشوف كابتن خطيب في تدشين المقر الرابع، كابتن خطيب ويتحدث عن ان الاهلي انماء وضمن منظومه الجمهوريه الجديده، فيما يعرف يعني ان هو يقول لك ايه ده كانش فيه مواقف وطنيه. يا جماعه هو ايه المواقف الوطنيه اللي كانت مطلوبه من النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي اسس وعمر بيك لطفي يتراس اول اجتماع، لانه ده النادي اللي دستوره مكتوب في عنوانه النادي للشباب المصري في مواجهه الانديه التي ارتدها الانجليز واعوانهم نصا، فياتي الزعيم سعد زغلول. كل الحقائق التاريخيه مكتوبه يعني مش بننقلها سردا عن جدودنا، فياتي ليترأس اول مجلس يعني رئاسه شرفيه لليوم الاول او للمجلس الاول. طب ايه بقى الكلام عن الوطنيه؟ ثم يكون بيان النادي الاهلي بانه يعني شرف ان السيد الرئيس يولي عنايه لهذا المنتج، والسيد الوزير مشكور يعني انه هو سال عن الفرقه وعن البعثه في يعني 24 ساعه الاخيره ماشي، لكن كمان في استقباله قالها صريحة الراجل برضه عشان نقول ما قاله، قال ان ده انتصار معنوي للكرة المصرية لانه ما فيش حاجة تانية الحقيقة يعني، ومن غير ما حد يزعل يعني ما فيش حاجة تانية يعني، وما قلنا لهمش ان الاهلي مصر ولا الزمالك مصر، لكن ما هي معروفة من مصر. مين اللي بيمثلك يعني في المحافل الدولية يعني واللي بيمثل مصر؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في الاخر ما حدش بيطالب الانديه في كل العالم ما انتش منوط بيك ان انت تشجع المنافس عشان هيضيف لدولابه بطوله، لكن كمان اذا كان جارك في فرحه يا تبارك له يا اما تقفل البلكونه وتسكت يا عم ما فيش مشكله يعني تمتنع، ما حدش قال غير كده، لكن كمان ما تاخدش من ده ذريعه انه يبقى الفارق في ده هو يعني حوار لا يليق والقاء تهم جزافا وكذا طبعا. يعني بشكل غريب جدا يعني تعصب مفيش كره ضايت الحقيقه، لكن كمان مفيش سبه ولعنه وشتمه وكسره مفيش الكلام ده خالص. انتوا ليه دايما الاهلي لازم يكون حاجاته صدفه اصله الرعايه؟ هو لو مش عارف يوصل لك بيحاول ان هو يلجا للاساليب دي حاجه معروفه يعني. اكتر يا جماعه ده منتهى التاخير. الاهلي لولا على مدار تاريخه، لكن احنا دايما بنقربها لجمهورنا والقطاع الشبابي بينه، انه الاهلي المعاصر من الكاب صالح سليم رحمه الله المايسترو العظيم، واحنا جايين كده جيل ورا جيل يعني لم يضبط يوم رئيس النادي الاهلي في كل العصور، وحتى محبوب الخطيب يعني زي ما الناس بتحب تقول له في مكتب لرئيس النادي مثلا، رئيس النادي يبقى عضو جمعيه بيخش يقعد مع اصحابه بكتير، ولو هناك يعني نداء من السلطات التنفيذيه في صوره مدير التنفيذي للنادي ومش اي مدير اخر، لان كل دول بيتعاملوا مع المدير التنفيذي، مفيش اماكن مغلقه للساده قيادات النادي الاهلي، هم فقط بيحققوا المعادلة إياها، إنه لو ينفع المية أو 110 ألف أو 80 ألف عضو يقعدوا عشان يطلعوا بقرار ما كانوش انتخبوا 11 12 واحد يا جماعة. وفي النادي الأهلي هذا هو الحرص، ربما يسأل أحدهم أو تسأل واحدة يعني من البنات ولا السيدات في النادي الأهلي يتصادف وجودها مع رئيس المجلس، مش هقول مع النائب ولا أحد الأعضاء، تسأل عن حاجة أقول لها مكتب المدير من هنا يعني. وبالتالي سيستم يا جماعه هو تم توريثه وهو اصبح في جينات الحمراء
طبعا. ايه اللي يزعل في كده؟ ده اللي فعلا بقالنا اكتر من 30 سنه واكتر ولسه لا مش قادرين نوصل له. يعني مش قادرين نوصل له. ايه اللي ممكن الاهلي يعمله؟ هل يتنازل طوعية يا كريم عن بطولاته وارصدته حتى يلحق بك الاخر؟ يعني حضرتك كده جاوبت بشكل ضمني عن سؤالي اللي سالته لك من شويه، اللي هو رؤيتك لحال كره القدم المصريه. ما انا مستغرب ده جزء يعني كبير من الاجابه اللي حضرتك. لانه الحقيقه ما فيش اصلا في 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 كل يعني نواميس كره القدم المصريه مشروع يا جماعه. ولما يبقى الحديث عن مشروع تلاقيه اما اكاديميات اللي هي فرانشايز دي واللي بتبقى متاخده بس يا دوب يعني زي اللي هي الحاجات الخيريه. يعني مفيش حد مضى عقد قدامنا كده مع المدارس الكبرى عشان تيجي تصرف في كل افريقيا من زمان. اياكس وغيره بيروح يصرف عشان يطلع منتج هو اولى بيه اولا. لكن هنا كلها وتلاقي حماده ومامي بتوقف التمرين تدي له سكر نبات. يا سيدي موافقين بس قولوا لنا، لانه في قطاع من الناس ظروفها كده مش عايز الولد يبقى نجم كوره، لكن عايز يلعب كوره ويتعلم تعليم من تعليم الاكثر يعني انفاق وكذا. لكن ما تقوليش بقى وبعدين تروح جايب واحد اسباني ولا واحد طلياني يقعد اسبوع في مصر، طب هو هيزعل في ايه؟ فيقول لك دي اكاديميه مان، دي اكاديميه مش عارف خريستو. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه معلش، هل المشكله عندنا في البيز؟ يعني انا بتكلم هنا ان انا ما عندي راس المال كاكاديميات دخلت، ما فيش اختبارات حقيقيه، هل قطاع ناشئين مثلا ليس على اعلى مستوى او على المستوى المطلوب؟ هي دي الازمات ولا ايه؟ مجاملات فعلا، لانه نحن لا ندير، نجيب جامعات عموميه عشان تقعد ونقعد نطرح عليها افكار. فيقول لك ايه هنحط اللائحه يا جماعه في كل العالم، في كل العالم طالما لعب كوره من يعني توب فايف لغايه يعني اهالينا في القاره ارتيريا بدام لو هتلعب كوره، بتكلم على ظروفهم الاقتصاديه لازم يترجم للغته وما يعملش اي حاجه غير كده. يخلى بقى منها المراهنات، يخلى منها اعلانات الخمور والدخان، حط بدلها بقى اعلان عصير قصب. المهم في الاخر ان النسخه تبقى دوليه مترجمه، مش البند الاول في اللائحه على ان يلعب كريم وناوند وعصام مش عارف ايه بالليل والصبح ويستسلم من ذلك كذا. مفيش دوري في العالم الرعاه بيلعبوا فيه كوره خالص. الرعاة إذا أرادوا أن يفوزوا بكل المكاسب عليهم النوم، إذا أرادوا صحيح هي إدارات نبه وشطرة بالفعل تقدر تلعب نسخة عالمية لغاية 10 سنين. هم في وقت من الأوقات فعلا بمنشآت وكذا استطاعوا إنقاذ الكرة المصرية، ربما في عهود سابقة ما كانش فيه إلحاح على المنشآت. لكن في النهاية أنت تستطيع أن أنت تحط اسمك على أندية شعبية بشراكة. ده احنا حتى بنقعد نقول لهم حتى ما تريده من اضواء هتلاقيها موجوده. هي يعني مش هقول سيطره ولا هيمنه رؤوس الاموال، بس مجرد دخول رؤوس الاموال في شكل بيزنس بحت، هل افاد كره القدم ولا لا؟ ممنوع. انا اسف مش انا مش هناقش صح ولا لا. لا بيحصل في العالم انه كبريات الشركات بس طبعا بنعتبرها اعلانات، لما بتروح ما بتشتريش لعيبه يا جماعه وتعمل سور. اللي بيشتري بيشتري نادي لو زبون، علشان الزبون ولد يجيب لصاحبته مج والتاني يجيب بتاع دي امبريلا عشان المطره والتالت يشتري تي شيرت، وواحد عنده ظروف لطيفه جدا فيشتري بنوار، واحد يشتري تيكت سيزون. وبالمره يعرفوا ان عنده كريم لما بيتم التعاقد معاهم يا ترى بزنس التذاكر هيزيد ولا لا، هنبيع تي شيرت اكتر ولا لا. لكن هنا هم بيلعبوا لمين؟ ادي واحده. الثانيه هو بيجي منين غير المضاربة على اللعيبة؟ ثم هو ليه مصر ان هو يصعد فريق يلعب بوجبة وتذكرة؟ اولياء امور يقعدوا، احنا مش هنضحك على بعض، لان انت تقدر تستثمر في استادات. النهاردة ايجار الملعب 150 الف جنيه في الماتش. تستطيع ان انت تستثمر في استاد، اعتقد ان في شركة عربية كلنا بنفرح باهالينا العرب مستثمرة في ملعب قد الدنيا في الدوري الانجليزي. كبار رجال يعني الاعمال العرب والسيد منصور بن زايد يعني وهو شخص معرف في بلاده يعني من آل زايد اشترى المان سيتي، ما اشتراش كل نجوم العالم وعمل سور وقال لك بس فريق زايد في الدوري الانجليزي. مش هيسمح لحد، مش ما هيسمح ده تجربه لحد. عملت مع بي اس جي جاب لك نجوم العالم في كره القدم. لا يشتريهم حاجه هون والاول في رخصه اسمها بي اس جي مخول لها، عندها زبون تباع له ثم ياتي. لكن السيد الخليفي بكل قدراته الماليه يا جماعه ما يقدرش يشتري خارج الميزانيه.
برشلونه قال عشان استرد ميسي طبعا لابد ان اخفض عقود اللاعبين 200 مليون دولار. يعني حضراتكم لو انتوا اللعيبه بتوع الباريس سان جيرمان لازم يتخلى عنكم وعن غيركم وعن غيركم، او بس هم ما عندهمش ايه الحاجات اللي هي صوريه يعني، او يقول لك خلي العقد بدل 40 مليون هنخليه 5 عشان بس نمشي ونجيب لكم ميسي. لكن المدير الرياضي اللي هو بيبقى المدير الفني لمجلس الاداره في مواجهه المدير الفني للفريق قال يعني انا قلت للساده مجلس الاداره وللسيد لابورتا ان قدوم ميسي لو تدبرت الامور يجهز على غرفه الملابس. الناس بتتكلم في شغل حقيقي، قلنا لكم ادارات نبه بزنسكم الخاص والله العظيم ما يمشي، واللي عايز يعين قرايبه هيعين، يعني نفس التفاصيل. صلاح الحال يتحقق ازاي وامتى؟ قرار سيادي تتمنى انه يطن في ودنك بهذه الشراكه ما بين ما هو راعي وما هو نادي شعبي. الانديه يعني انا اعتقد انت يعني قديم زينا يعني ناوان لسه 18 سنه وعارف كويس قوي. انا 34. طب ده بعد نسيت انا شويه دول. شفت بقى. يعني وكان بيبقى يوم اخبر كرويا يعني على الاهلي والزمالك في المنصوره وفي السويس وفي مدن كثيره جدا وفي كفر الشيخ لما صعدت فترات، يعني لانه ده في الاخر عنده زبون، عنده بقاله بلاش سوبر ماركت، عنده لقنه المندره بلاش فندق فايف ستار، شوف قد ايه بيزنس هيحصل. يبقى الاهلي بيشتغل على اعلى مستوى دائما لما يتكلم عن الانماء، لما يتكلم عن وجود مقر رابع في منطقه خاضعه للمطورين العقاريين ومن ثم يهناهم يسعدهم. في ناس منهم بطلوا الحجز لغايه ما الاهلي يفتتح المقر يا جماعه، يعني بطلوا الطرح طبعا، وبالتالي لإعادة التسعير. امتى نسمع قرار سيادي بهذا الزواج الرائع بين الرعاة؟ وتخيل انت الشركات، انا بس عشان احنا في النادي الاهلي مش عايز ازعل حد واقول اسماء، ده يلعب كره ليه؟ ده كبير وهو اعلان هنا ثم يرعى منتخب السويس ويرعى كذا وماذا، وكلها شركات على تماس حتى مع بعض المحافظات في منتجها. خلاص بقى. هل اسابقى يعني كانت نهاوند، انا فاكر كنت انت بتتكلمي عن ملف ذوي القدرات الخاصه وكنت بتعلقي على ان كان في قبلها بايام كان في اكشن ما اتعمل، انا مش فاكر كانت تفصيلته ايه بس ليه علاقه بالسيد رئيس الجمهوريه وانت كنت بتشيدي، انا فاكر كويس قوي وقتها بان لولا تدخل السيد الرئيس في هذا الملف اللي مش فاكر تفاصيله ما كانش الامور هتتحرك. ربما وجودهم في صوره فرق. هنفضل لغايه امتى في انتظار قرار سيادي من السيد رئيس الجمهوريه شخصيا عشان الدنيا تتحرك؟ لان الموضوع خاص بالاقتصاد في حاجتين، الاولى انك ترحم الاقتصاد المصري من مال انت لا تعرف من اين ياتي بمنتهى الصراحه، ده مصر باجهزتها العظيمه دي يمكن بتقص بسرعه المال الفاسد وكذا. طيب ما جمهوريه الكوره عامله حاجه اسمها اللعب المالي النظيف اساسا، والا لا سمحت بقى للمستثمر ده على الاطلاق كل واحد يقول لك بفلوسي. السيد منصور بن زايد حين دبر مديره اعماله يعني 8 مليون استرليني من قرابه الاربع لخمس مواسم حتى يعني الدخل يوصل، عوقب النادي بايقاف القيد فتره صيفيه والتهديد بانه ما يلعبش شامبيونز ليج. ماشي استاذ عصام، انا عايزه بس اتاكد اني فاهمه حضرتك صح، حضرتك ضد فكره هنا يعني الانديه بتاعت الشركات، انديه الشركات انا مش ضد، ده ممنوع لو في الجمعيه دي ناس تملك الجراه بدل ما بيجوا على طولنا كاعلام. بس انديه الشركات عملت تنافسيه في الدوري الممتاز، حتى الدوري الممتاز عملت ايه حضرتك؟ في تنافسيه ايه يا استاذ؟ لا ازاي يعني، انا مش عايز اقول اسماء بس انت عندك، لا في عندك دلوقتي ايه التنافس اللي بيعمله؟ ايه التنافس اللي بيعمله؟ ازاي لما انا يبقى ان هو يشتري لعيب ب 30,000 جنيه وبيغير ترتيبه في الدوري مثلا؟ مين زبونه؟ انا اسف في حاجه كجماهيره يعني؟ ما هو ده الزبون حضرتك، ما هو ده الزبون. الموظفين اللي في الكيان اللي بيحمل كم واحد عشان تغدق كل هذا ده حاصل في الوقت. فين دورك في التنميه في الاقتصاد؟ هو احنا بدعه؟ هو ليه في اوروبا ما بيعملوش ده؟ ليه الشركات دي ما بتلعبش كوره؟ ما تقولوا لي انتوا. طيب هل بناء على ليه المستثمر اللي بيجي هنا لما بيروح هناك بيشتري نادي مرخص له براس مال ما يقدرش يعلي عليه الا لما يعمل كابيتال انكريز؟ يعني حضرتك تقصد ان الانديه الشعبيه اولى بهذه الاستثمارات؟ مش اولى، إن ده انت الطبيعي تحط فيها هذه الاموال يعني. انا متاكد من اللي بقوله على مسؤوليتي، اي خمسه من الجمعيه وانا عشان كده اللي يجي بيشتكي لي منهم في العشر سنين الاخيره بقول له ما اعرفكش، حضراتكم لو قعدتوا ثلاث دقايق وبعتوا ايميل الدوري ده هيتعمل عليه اكس،
وانا عارف انا بقول لحضراتكم يعني كان الاولى والاصح في الحاله دي ان احنا نعيد احياء الانديه القديمه اللي كان ليها شنة ورنة من قديم الازل زي المقاولين العرب وزي طبعا فرق كتير اسمها حتى اتنست دلوقتي طبعا. هل ده كان الاصح ان يتعمل عشان ده التطور اللي كان طبيعي يا كريم؟ يا كريم انت من العار ان انت تبقى في مدينه مانشستر وتشجع اخر الا في بيتكم يا حبيبي، لكن خلاص انت بتحب اي تيم اخر من البيج نيمز دي، لما يجي ملعبك انت رايح للمانشستر طبعا، انت رايح للارسنال طبعا. وبعدين نتفاهم بقى اتفرج على الماتش بقى بايه باعصاب بارده كما كان يحدث. كان اهل كل المدن في مواجهه الاهلي والزمالك محله، واغلبهم اهلاويه، ودي وقائع مش غريبه تاريخيا، لكن يبقى يحيي الاهلي ومروح بقى. طيب ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ السبب من وجهه نظرك تراجع الانديه اللي هي ليها جماهيريه، انديه جماهيريه، هل هي نقص في مثلا الصرف، هو محتاج دعم مادي معين فمش دعم، محتاج يخش الصناعه سيستم معين يعني يعني زي ما قلنا المقاولين العرب كان زمان حاجه كبيره، لا ليه ولا حاجة والكروم وعندك اسماء كتير، الكلام ده هيزعل بقى، ولا حاجه كبيره ولا حاجه، لا ازاي المقاولين العرب ما كانش هو يلعب ليه؟ انا بكلمك عن اقتصاد كره القدم في العالم صناعه، ولا احنا هنقول جمل بربريه التجاره مؤخرا برضه. طب ما هو التجاره دي ما تعيش اوطان، التجاره دي تعين لاعب حماده وتوتو باتنين ونص، هل ده يبقى السوق المصري؟ بيحترفوا برده بره والله يا استاذ عصام، بيحترفوا يعني بالحقيقه، بيلعبوا في انديه يعني ذات راس ماله او مين شركاته هم؟ مين هم؟ مين هم؟ ده انت يعني مش عايز اقول اسامي دلوقتي، لا قول اسامي ليه، قول اسامي يعني، بس مثلا انت بتتكلم دلوقتي مثلا عن نادي زد، ما هو نادي زد دلوقتي محقق حاجه كويسه، من ايتو زد ايه اللي محققه غير الحديقه؟ واضح ان استاذ عصام يعني بتكلم، انا بتكلم لصالح وطني وبكلمهم عن مشروع هم بيحلموا بيه، انا بصحح وضعه بس. طب ازاي اصحح؟ ما ده اللي بقوله لحضرتك، ازاي الانديه الشعبيه حضرتك بتتكلم ان هي محتاجه كل الدعم، ازاي يتم دعمها لو انت بتتكلم ماديا وغيره؟ بصي حضرتك، بلد فيها واحد اسمه مصطفى مراد فهمي، ها مش عصام شلتوت بقى اللي هيفتي، بلد فيها واحد اسمه عن شريف حبيب، ها ناس قادت مسيره، السيد مصطفى مراد فهمي ابا عن جد دي شغلتهم اكنهم كده بيت حرفي، حتى عمرو الله يرحمه لما هو يصحح في اكثر من اعوام طويله كل انظمه الكاف، والفيفا على فكره خدوا قهرا من الكاف عشان يصحح مسابقاته ويظبط كل المزيد. بلد فيها الراجل ده تقولي لي في ناس في خمس شارع الجبلية جم كده فجأة والمنافس بتاعهم كان رئيس نادي مركز شباب بولاق الدكرور، أنا راجل من واحدة من منطقة الهرم دي زي بولاق كده عشان بس تبقى عارفة، قال أحسن حد يفكر إن أي يا لا 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 الهرم زمان كانت من أحلى المناطق على فكرة، لا بغض النظر أنا من نفس حقيقة. المناطق دي يعني وبالتالي كل الحكاية يعني ده كلام يعني ده كلام. طب هاتوا الراجل يشرب معاكم فنجان قهوة، لكن كل شيء اقول لك ايه، سنضع مشروع للكره المصريه ان الفنكوش العظيم هيعمل كذا، يا جماعه ايه استاذ عصام عارف بتحس انه بيتكلم من قلبه. وبعدين حضرتك في كل اللقاءات كابتن سمير كان له محاولات للامانه، مهندس انا بريده اللي يعني دفعنا دفعا، اصبروا بس اصل احنا غير، لا مش مهندس انت ما كمان ما تلعبش في عقولنا، احنا غير ايه يا عم؟ احنا غير ايه؟ غير ازاي؟ احنا لدينا كل حاجه. واول ما تقول لهم السيد حسن فريد هيرزق في موسم من المواسم من 25 سنة كده بتاع تأبيدة من العمر، كانت الترسانة بسبب التحكيم وخلافه هتنزل. حد من أصدقائه راجل بيزنس وأخوه كان عايش في ألمانيا الله يرحمه ومواطن ألماني وكذا، قال له إيه يا عم المقاولين، معلش بقى أهو مقاولين وإنبي وأعتقد فرقة كمان، قال له إيه يا عم ده، وأنا هجيب لكم مفاجأة مين اللي من حقه يلعب كدوري من الأسماء دي، تمام؟ ده في حاجه اسمها الماده 18 لمينا كده كنا يعني بداياتنا يعني وعاملين فيها برضو ان احنا مصر ان امي وكذا، نتكلم معاه الراجل بعت له شويه مكتبات ايام الفاكس اللعين والحاجات دي، فجاه قال للكابتن سمير، الكابتن سمير كان العلم نور برضو فيكتوريا كوليدج وده وعينه على الخارج يعني، وبالتالي قال له طب يا حسن تعالى، كابتن حسن امعانا في انه كان مضغوط قال له لا انت اللي تيجي واجيب خمسه سته من الجمعيه العموميه، جاء كابتن احمد شاكر الله يرحم الجميع والترسانه ما نزلش وخشى من ان ترحل الخمس ست اعضاء من الجمعيه العموميه الى الفيفا ان الدوري به ثلاث شركات على ما اذكر،
هيتعمل عليه كده مش هزار ولا يقولوا بقى اصل زد حاجه حلوه ولاعب حماده. بغض النظر احنا انا ما بك... يعني... انت انا بقول لحضرتك دي ادارات نابهه جدا، دي ادارات تزكي بقيه القصه اللي انا بقولها. بس هو يلعب فوق ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ولا اي حاجه. عشان يضارب على اللعيبه؟ انت عارفه يعني ايه يحطوا اعلاناتهم على المناطق تاني المحافظات؟ يعني بدل ما بتفرزي من 1000 ولد من المدن ويا دوبك يعني لو راح لغايه بني سويف ولا مدينه السادات او المنوفيه، هناك بتفرزي من عشرات طبع. الملايين طبع. من الاولاد كل يحمل حلمه، وبالتالي يرجع تاني نظام الكشافه اللي موجود في انجلترا والحمد لله لحسن يفكرها يقول لك انت تاني هترجع الكشافه. يا عم دول كانوا عاملين احلى شغل وبيكتشفوا اجمل يا باشا دول يا باشا دول حتى الان اللي بيشتغلوا مع البيك كامباني بتاعت التسويق واللعيبه هو ده غايسين في افريقيا بكراها من جوعه، وتروح تلاقيه رايح يشوف الست اللي بتشيل العيال على الشال بتاعها ورا في حته كلها شجر واكواخ. ليه؟ لانه في 7-8 عيال هناك بيلعبوا كوره ممكن يطلع منهم ابو رجبه ودرجبه طبعا وبيطلع عاده بس الركة على اللي يروح هنا بقى هنا بقى صحيح. على كل انا مش فاكر بس الكلمه باللغه كده بتتكتب تحت البراند يعني اللي هي خيري. أيوه. مش ماضي معاك ياسر. اصل ما فيش اكاديميه بتاخد فلوس في كل افريقيا، ما فيش اكاديميه اياكس وارسنال ما بياخدوش فلوس ازاي؟ لا بيصرف يعني ياخد فلوس من اللعيب يعني سواء الاطفال من الصغيره اللي بتيجي تشارك ما بتاخدش ما بتصرفش فلوس ولا ربع جنيه بياخدوهم كده فور فري يا فندم. طبعا فور فري ايه بيصرفوا عليه وعلى اللي خلفوه؟ طب هم هيصرفوا عليه على اي اساس؟ علشان موقع مع ولي الامر لسه ده صغير موقع مع ولي الامر وعامل عقد مع اتحاد الكوره تمام اكتشاف المواهب. اصل مش هياخدها منتخب تاني، هياخدها تلعب في انديه ومن ثم تبقى غانا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار دي اماره. وبالتالي يعني ايه اخد من الست الطيبه 70 جنيه والكابتن كرشه يعدي ياخدهم في ميكروباص ولا راح اوديهم لك؟ ده اللي مخلي فيه شبهه يعني اغراض تجاريه بحته ورا الاكاديميات دي. هنا بقى انا عايز استاذن حضرتك هو ده القرار السيادي بقى. انا عايز استاذنك في حاجه نظرا لان احنا وقتنا في الفقره دي انتهى. يا ريت نسعد ونتشرف. لا لا ما ينفعش معاه فقره ده عايز حلقه من بدايه ال ما عشان كده لازم حضرتك مشكوره تيجي تنورنا مره ثانيه نكمل كلامنا. انا والله شوف اعملوا لي مكان ابات فيه ونطلع كل يوم الى ان نسمع هذا الصدى اللي انا متوقعه لان ده جاذب لرؤوس اموال. انا قلت لكم او الكلمه النهائيه انت ليه عايز تستثمر بس في اللي بيشوط وتجيب ده ب 38 من غير ما نسال هيضيف للمؤسسه لخزنتك فلوس ولا لا؟ طب ليه ما بتستثمرش في استاد رغم ان اليوم بماتشين ب 300,000 وهتقدر تعمل جسم الاستاد مول وسينمات طبعا. ومناطق ترفيهيه طبعا. بس مش بالانترنس وكذا لا للناس بقدراتها الاشتراكيه الشرائيه وبالتالي بتواكب الجمهوريه الجديده. بص يا استاذ انا اسف يعني ان انا ما كنتش جاهز لحاجات عايزين تسالوا ملف فيها كبير بس ده سر عظيم اكتر من كده بس للاسف هو الوقت اللي ضيق بس خلي بال حضرتك والاستاذه نوان انه ده سر عظمه الاهلي بقى الاهلي في هذا المشروع. عشان كده لما يحط يافطه اسمها الاهلي مش للبيع، لان اللي عايز يشتري بيكلمك انه عايز يستحوذ مش بيتكلم عن شركات وكذا وماذا. وبالتالي الاهلي مش للبيع لفرض. الجمعيه العموميه هنا يا جماعه انا اسف لاستنزاف الوقت اخر حاجه هناك ما هماش 140,000 يا جماعة، هناك هم 11 نفر وبيستقطبوا تقريبا من كبار الجمهور 4-6 زي الشركات هنا العظمى برضو لما يقولك ده ممثل العمال في المجلس أبو كرتونة وبتاع تمام. هم دول يا جماعة الجمعية العمومية، لكن انت جايب لي 50,000 يختاروا حد وتقول لك انا واهب الخير وانا اللي هوديهم المصيف والسيرك ومش عارف ايه. لا كل ده محتاج نموذج الاهلي. عشان كده الاهلي بالبلدي بالزقه بالطوب الحديث مش هيجيب ان شاء الله. استاذ عصام بنشكرك على وجودك معانا النهارده. انا اللي بشكركم وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي والمالك الحقيقي للنادي جمهوره طبعا. على عظيم طبعا. ثقته والثقه اهي ايوه مترجمه اهي حتى اهو الكينج الاميره رجعت معاه فورا يعني. استاذ عصام للحديث بقيه وانا هاخد لو تسمح لي رقم حضرتك بعد الحلقه لان انا عندي يمكن احنا مختلفين في حاجه بسيطه بس انا عايزه اتناقش مع حضرتك في كام نقطه. ارجوك اكيد انا هستفيد على
15 شخص. هو عادتك يعملوا كل حاجه ويعين ابن اخته وتجارته تبقى احسن يعني بيزنس يعني حتى الفوائد موجوده. تخيلي بقى، اصل اوروبا مش ملائكه باجنحه بس بيشتغلوا عشان رؤيه الدوله الاقتصاديه. للحديث بقيه زي ما كنت بقول لحضرتك طبعا نورتنا يعني. شكرا يا استاذ، انا سعيد اني معاكم بجد يعني. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم ونستقبل ضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. خليكم معانا.